تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير مدينة الجلود بالربيكي ومصنعين متخصصين في الصناعات الدوائية والغذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر. كما اطلع كامل الوزير على عرض تقديمي عن الموقف التنفيذي للمراحل الثلاث لمدينة الجلود، مشيرا إلى الاستجابة الفورية لمطالب مستثمري المدينة بتوفير وسائل مواصلات للعاملين وربطها بشبكة المواصلات العامة، موجهاً بتوفير مجازر آلية لتقليل هادر الجلود وتطوير المركز التكنولوجي لتأهيل العاملين وتقديم الدعم الفني للمستثمرين، بالإضافة إلى حل مشكلات أصحاب المدابغ بالمدينة، مشدداً على ضرورة مراعاة المعايير البيئية في إجراءات الصرف الصناعي الخاص بالمدينة. أكد وزير المالية أحمد كجوك أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري يتصدر أولويات الحكومة الجديدة. جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن. وأضاف الوزير أن الدولة تتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة، ذلك لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي. ويتم التعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصري. بحث وزير التموين شريف فاروق مع وزير الاستثمار حسن الخطيب سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور من أهمها تعظيم الاستفادة من دور وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع، لا سيما طرح الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الزيوت وتطوير تجارة التجزئة وصناعة الورق بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وفي سوق المال أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها على صعود جماعي في جلسة اليوم. وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إي جي أكس 30 على صعود بنسبة تقدر ب 1.17% ليصل إلى مستوى 29378 نقطة. كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي أكس 70 تعاملاته على صعود بنسبة تقدر ب 26% ليصل إلى مستوى 6838 نقطة. كما أغلق مؤشر إي جي أكس 100 على صعود بنسبة تقدر ب 43% ليصل إلى مستوى 9762 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية صعدت العقود الآجلة للنفط أكثر من 1% من أدنى مستوياتها في 7 أسابيع بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مما تسبب في تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب الضعيف في الصين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.96% لتصل إلى 76.94 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.54% لتصل إلى 80.63 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.42% لتصل إلى 2.60 دولار للتر، فيما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.15% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مما أجج التوتر في الشرق الأوسط، وذلك وسط ترقب المستثمرين أيضا لقرار البنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق بسعر الفائدة. وانخفض مؤشر دبي بنسبة 4%، كما هبط مؤشر أبو ظبي بنسب 6% بنهاية التداولات. وعوض المؤشر السعودي خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع يقدر ب 4%، ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر القطري بنهاية الجلسة.